كنت كلما عصفت بي الآلام ونازعني الشيطان تذكرت قول الله تعالى في نبيه أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فقد ماله وأهله وعافيته، فما زاده ذلك إلا إيمانا وشكرا لله. فإن مصيبتي أنا من مصيبته. هكذا تدون المصائب؟ في كل جسد نفسان، نفس مطمئنة بالله تهون من المصائب وترضى بقضاء الله، وفي هذا راحة للقلب ورضا للرب، ونفس أمارة بالسوء تغريك بالدنيا، فإن استسلمت لها أغرقتك في الشهوات، فلا كثير يكفيك ولا دنيا ترضيك.